أنا قريت القضية يا دكتور عز، واضح جداً إن ابن حضرتك اتقبض عليه من غير أي سبب واضح، وإن هو مسجون احتياطي لأسباب سياسية وخلاص. طب والحل إيه يا أستاذة؟ أنا مش عايزة ألجأ للإعلام، أنا قلت الأول أخد رأيك ورأي الأستاذ شريف. أستاذ شريف مين؟ المحامي التاني، وأنا قلت لحضرتك إن في محامي تاني ماسك نفس القضية. أنا ما عنديش مشكلة خالص إن أنا أشترك مع أي محامي، أنا بسأل حضرتك اسمه إيه بالكامل؟ شريف إبراهيم. شريف إبراهيم المصري؟ أيوة. الدنيا دي صغيرة قوي. ألو، إزيك يا شريف؟ حضرتك دكتورة علي، أنا آسف جدا والله، أنا دكتور رفيق الخناني زميل حضرتك في القسم، وبقالنا فترة زملاء، بس ظهر كده إنك مش واخدة بالك يعني. أيوة يعني في إيه يعني؟ ما شاء الله مكتبك جميل والله، ده أنا مكتبي مش حلو جوي كده، بس الظاهر يعني علشان حضرتك يعني. حضرتك يعني إيه؟ أنا كنت عايز أتكلم مع حضرتك في موضوع كده، بس الظاهر انك متضايقه شويه وان انا جيت في وقت غلط، فخلينا في يوم تاني احسن. سلام عليكم. اقعد. حاضر. معلش اصل انا متضايقه شويه زي ما انت بتقول. خير يا دكتور وفيق؟ ايه الموضوع؟ رفيق. رفيق يا دكتوره، رفيق الخناني. الا ما بيفكركيش بحاجه الاسم دون. هفكرني بايه يعني؟ أنا مؤلف كتاب علم النفس الفسيولوجي يا دكتورة. لا يا راجل. أه والله. لا يا عمري ما قريته. مش مشكلة، حضرتك أكيد هتجريه، أصله منتشر جدا وأي حد متخصص في مجالنا لازم يقراه. على فكرة بقى أنا مؤلف 4 كتب. الطب النفسي المعاصر، علم النفس الإكلينيكي، معنى علم النفس للإنسان الحديث، والتحليل النفسي للرهاب. أنا قريتهم كلهم، ولو عايزين أتكلم معاك في أي حاجة فيهم أنا على تم استعداد. لا معلش احنا ممكن نعمل كده في وقت تاني، الا اذا ده الموضوع اللي انت عاوزني فيه، واوعدك ان انا هقرا الكتاب بتاعك. متشكر جدا. حضرتك بتدرسي الثالثه وانا بدي الرابعه، فكنت عايزه ابدل مع حضرتك لو امكن يعني. ليه؟ وايه اللي ليه؟ لاني بسافر البلد عندنا 4 و5، فكنت عايز اخد الاربع والخميس والجمعه والسبت اجازه، لان يعني والدتي ست كبيره وعايزه اروح اقعد معاها يعني شويه. وانا والله ما اعرفش اذا كنت اقدر اعمل كده ولا لا. بصي يا دكتوره، أنا جبت لحضرتك الجدول أهو. بصي، دي مواعيد أيام تالتة ودي مواعيد أيام رابعة، وربنا يستر على الأيام الجاية. أنت عارفة يا دكتورة إن أنا عملت دراسات في الفسيونومي. إيه فسيونومي يعني؟ تحليل الشخصية من ملامح الوش وكده؟ ده كلام فارغ، ده كلام أشبه للخرافات والدجل. الله الله الله، الجراية يا دكتورة، ده علم معترف بيه عالميا يعني. دعك. طب استني كده، أنت يتيمة؟ نعم. والدك ووالدتك مش عايشين، عايشة لوحدك، شخصيتك قوية وفي نفس ذات الوقت طيبة، عندك عقدة اضطهاد. أنا ممكن أخمن سببها، بس أخاف يعني تزعلي أو تحس إن أنا يعني متسلط عليكي، وبجمع عنك معلومات لأني جزء من مؤامرة، مما يجعلنا شك إنك اتعرضتي لموقف مش كويس، موقف بشع وانت صغيرة أثر عليكي وزرع الشعور ده جواكي وخلاك تحس بكده. ده ممكن يكون بسبب الوالد والوالدة الله يرحمهم، إن هم انفصلوا مثلاً، بتخبي ضعفك ورا تكشيرة وزعيج وعصبية عشان خايفة إلا الناس تكشف حقيقتك اللي هي أصلاً مش حقيقتك. كل ده من ملامح وشي؟ ما أكذبش عليكي، أنا استعنت برضو بشوية تفاصيل من الأوضة، صورتك مثلاً مع الحاجة وإنت صغيرة خلاني أخمن إنها توفت الله يرحمها، وبما إنها ست كده جميلة وكويسة، وبما إن ما فيش ولا صورة للسيد الوالد، فده معناه إنها كانت الزوجة التانية، وإن الحاج الله يرحمه كان كبير عنها في السن يعني. كفاية. ها، عندي حاج ولا لأ؟ لا بسم الله ما شاء الله، حضرتك نبيه قوي.
ربنا يخليك يا دكتورة، ده من زوجك بس. وانا بقى من غير فيسيونومي ولا حاجة قدرت اعرف انت عاوز ايه. ايه؟ انت عاوز تاخد تالتة وتديني رابعة عشان عدد الطلبة في تالتة اكتر من رابعة، مما يجعلني اشك انك عاوز كل ده علشان تبيع عدد اكبر من الكتب للطلبة. بسم الله ما شاء الله. ايه؟ اني؟ ايوه، وده شيء مرفوض تماما بالنسبة لي. دكتور رفيق، شايف الباب ده؟ ايوه. ممكن حضرتك تقفله لي من بره؟ بس كده؟ حاضر يا دكتورة، استأذنني. سلام عليكم. سلام عليكم. وفي نفس اليوم بالليل سهرت على ملف القضية اللي لقيته في مكتب العميد ماير الله يرحمه. العميد ماير كان مشتبه في 3 مرضى بيتعالجوا عند الدكتور مرتضى. واحد فيهم ممكن يكون الصياد. الو، ايوه دي عياده الدكتور مرتضى. طيب كنت عايز احجز ميعاد لجلسه لو سمحت. باسم ادهم كماله. كماله يا فندم، كماله، ادهم كماله. شكرا. لما فكرت تاني يوم في اني هروح لدكتور نفسي حسيت براحه غريبه قوي. واضح اني كنت محتاج لكده بجد، مش عشان القضيه. أنا حياتي كانت دوامة من الشغل والتحقيقات اللي ما بتنتهيش. حتى وأنا نايم كنت دايماً بحلم بجرائم ومجرمين ودم. كنت محتاج أفصل، محتاج أرتاح وأشوف اللي ما كنتش شايفه. كنت محتاج أعرف الحاجات اللي ليها قيمة حقيقية وبتخلي حياتنا معنا. حاجات اللي زي مراتي وبنتي كنت أعمى ومش شايفه. اهلا اهلا. كنت محتاج قوي اللي ياخد بايدي ويوصلني. ازيك يا سلمى؟ تعبتك طبعا كالمعتاد. كله شقاوه كده؟ وحشتي بابا. الحمد لله على السلامه يا دكتوره. الله يسلمك يا شكرا. اجيب لحضرتك حاجه؟ لا مش دلوقتي. قول لي هو سيف هنا ولا في البيت؟ سيف باشا عدى عليه جماعه من الداخليه من شويه وراح معاهم مشوار، بس اكيد ان شاء الله مش هتاخر. مرسي يا شكري. مساء الخير. مساء النور. هلا، انا فاكراكي على فكره، اصل لقيتك قاعده لوحدك. قلت لازم اجي اسلم عليكي، خصوصا بقى ان احنا ما تعرفناش على بعض كويس المره اللي فاتت. اتفضلي. اقعدي يا فريده. انا علياء. اسمك حلو قوي. مرسي، ربنا يخليكي. عامله ايه في الشقه الجديده؟ رايحه اشوفها دلوقتي، اصل انا قدمت الفريده في مدرسه قريبه فقلت ابقى جنبها بالمره. عشان كده. انت بتشتغلي؟ بدور على شغل. وكنت بتشتغلي ايه قبل كده؟ كنت بشتغل في شركه استيراد وتصدير لرجل اعمال بس في اسماعيليه، ودلوقتي قعدت في البيت لحد ما اضطريت اجي هنا. انت مطلقه يا حاله مش كده؟ ايوه. ندمانه على ايه؟ على الطلاق؟ لا طبعا، بس ندمانه اني اتجوزت اصلا. ده وراني الويل، مش عايز يسيبني في حالي، بيسال عليا في كل حته لحد ما جه ورايا من اسماعيليه. لولا بقى استاذ سيف الله يكرمه كان زمانه بهدلني. علشان كده جيتي تقعدي هنا؟ انا عايز اعيش في حالي وربي بنتي، وبفكرش في اي حاجه تانية. بقالي سنين كتير قوي بهرب لحد ما لقيت حد اتحمى فيه. صدقيني انا مش عايزه ابقى عيبه على حد ولا حتى. فهماكي والله، اصل انا كمان جيت هنا النهارده لنفس السبب، الحمايه. واضح ان احنا في بينا حاجات كتيره مشتركه. بقولك يا علي، ما تيجي معايا نتفرج على الشقه، قولي لي رايك. انا اسفه لو كنت اتصاحبت عليكي بسرعه، بس انا
لوحدك ومش لاقي حد تتكلمي معاه ومحتاجه تاخدي راي حد وانا فاضيه. يلا بينا. متشكره قوي. هلا ايه بس على فكره انا احتمال احسدك، اصل انا من زمان كان نفسي انقل جنب السيف وانت جيتي وسبقتيني. يلا. كانت اول مره ادخل عياده دكتور نفسي وما كانتش الاخيره. محدش شكله مجنون، محدش شكله خطر، الناس كلها شكلها محترم وعاقل ورزين، يمكن زياده عن اللزوم كمان. بيتهيألي لو كل اللي قاعدين في العياده وقفوا في طابور المشتبه فيهم قدام شاهد وقلنا له تفتكر مين في دول مجنون او ممكن يرتكب جريمه، جايز يختارنا انا. استاذ ادهم اتفضل. من أول ما دخلت لاحظت إن الدكتور مخبي كاميرا صغيرة بيسجل بيها اللي بيحصل. كويس أوي، أنا ممكن ألاقيه مسجل كل حاجة. وبالرغم من إني ما قلتلوش اسمي الحقيقي، قلتله برضو جزء من الحقيقة. أنا ضابط المباحث وكان عندي ضغط في الشغل الفترة اللي فاتت مسبب لي حالة نفسية. الحالة دي عاملة لي ألم في جنبي الشمال. فين بالظبط؟ هنا يا دكتور، تحت الضلوع على طول. أنا طبعاً مش عايز أفتي وحضرتك موجود، بس أنا متأكد إن الألم ده له علاقة بضغط الشغل. يا ترى الموضوع ده حصل لك قبل كده؟ في الحقيقة حصلت لي مرة بس مش متذكر قوي إذا كان ليها علاقة بالشغل ولا لأ. بس المرة دي أنا متأكد إن الألم ده له علاقة بالشغل. طب ما راجعتش دكتور متخصص؟ رحت للدكتور ووصف لي كريم ومشيت عليه فترة وللأسف ما جابش أي نتيجة. طب وإيه اللي مخليك حاسس إنك تحت ضغط نفسي يعني؟ والله يا دكتور في قضية اليومين دول صعبة قوي شغالين عليها. في نفس الوقت قضية غريبة جدا ليها علاقة بمجرم بيقتل ضحاياه بنفس الطريقة وللأسف ما بيسيبش وراه أي دليل. ده أنا حتى ما قدرتش أوصل لإسمه، بس في ضابط كبير عندنا في الإدارة سماه الصياد. الصياد ده عمل جرائم كتير قوي ودايما بيذبح الضحية بزاوية معينة كده، بيتهيألي إنه بيستخدم إيده الشمال. طب بس 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 كفاية كده، على العموم أنت مش عيان ولا حاجة، حتى مش هكتب لك روشته. امشي على الكريم اللي وصفه لك الدكتور بتاعك وما تجينيش هنا تاني.